طيب يعني احنا تلقينا خبر قبل الفاصل، حبينا ان احنا ما نعلنش عنه غير لما نتأكد، والخبر للأسف الشديد اصبح يعني مؤكد حاليا. فخليني اقول لحضراتكم، الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى يعني توفت من يعني دقائق، زوجة طبعا النائب أيمن أبو العلا. حاجة محزنة جدا، يمكن يعني هي من الإعلاميات كمان اللي كانت متميزات جدا، لكن في الفترة الأخيرة هي كان يعني أصيبت بمرض السرطان. للأسف هذا المرض اللعين يعني كان سبب في وفاة أشخاص كتير جدا في العالم. ربنا بجد بقى يرحمنا ويرحمها يا رب، ويصبر زوجها ويصبر أهلها. يعني أسماء كانت من الإعلاميين الجمال جدا، الواحد والله أنا مش عارفة استوعب إيه اللي بيحصل. عارف يعني يمكن ما كناش قريبين قوي، بس كانت شخصية جميلة، كنا بنتقابل في مؤتمرات، كنا بنتقابل في مناسبات مختلفة يعني، وهي صغيرة في السن. ربنا يرحمك يا أسماء، والله الواحد مش عارف يقول إيه يعني. لا نملك غير ان احنا نقدم طبعا خالص التعازي لزوجها ولاسرتها، وربنا يعني يتغمدها برحمته الواسعه ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه يا رب العالمين. يعني مش عارفين نقول ايه الحقيقه، يعني سبحان الله. نرجع ونقول برضو تاني، امر الله ولا رد لقضاء الله. ولكن يمكن حتى على صعيد الاعلاميين والاعلاميات، الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا لوحدهم يعني كل يوم والتاني نسمع عن خبر حزين شكلي لحد من الناس اللي هم يعني محبوبين جدا، فرحمه الله على الجميع.